يلا بجيكم. لحظة اليوم عندنا ما شاء الله تمور وكذا ها؟ اسرع هناك بجيكم يلا. امدح فيني. تبيعيني يا ابو قلبي؟ لا. ها؟ هذا لك. لي انا؟ كل هذا لي انا؟ للبيت ولا هنا بس؟ لك. ها؟ لك. ليش البيت اجيبه؟ انت شو اسمك انت؟ شموخ. اوه معروفة شموخ بنت خالد صح؟ ايه. طيب استريحوا بنات بجيكم انا هناك شوي عندي هنا بس حفلة بخلصها ونجيكم. عندي حفلة مكسرات وكذا اشياء مرة حلوة. طيب يا عسل، هذا وش اللي جايبته اليوم معك؟ نعناع من حايل. نعناع من حايل. ايه وتمر من حايل. تمر من حايل. ولا بعد بقوله. ها؟ شفت التمر؟ ايه؟ من بيتنا. التمر من بيتكم؟ ايه. من شجرة بيتكم؟ ايه. خذيني معك لبيتكم. ايه بعد. ما بيني خلاص خذيني. خذيني ما اذا عندكم كذا في بيتكم انتم؟ ايه. والله ما شاء الله عليكم حركات. نعناع هذا من بيتنا بعد. نعناع من بيتكم؟ لا شكلكم ساكنين في مزرعة انتم. لا. ها انت نايمة تنومين بين النعناع ولا والحبق وكذا والكسبر والبقدونس؟ ممكن. ممكن. ايه. ما شاء الله عليك اشم انا ريحة كراث وريحة بصل وكذا. ولا إيه؟ ما عندكم هناك بعد في المزرعة؟ في بيتكم فيه يعني تزرعون البصل والكراث و والليمون؟ ما شاء الله عليك اليوم انا دائما اقول حايل ما شاء الله اهل الكرم واهل اهل الجود. على التسريحه اللي تبغيها وراح اخلي فيها لين ما نوصل. اسوي لك تسريحه؟ اي لين ما خليني اخلص. لا هذه مكافاه عشان ما بخلص اللقاء بس حق يلا. حق ال حق النعناع يلا النعناع يلا اوكي. طيب يعني انت تقولين لي ما شاء الله عندكم بالبيت كل هذا تسوونه؟ ايه قرصان وجريش زي ما زرت انا الحين هنا. إيه؟ انا بزورك ببيتنا. يعني زي ما زرتيني هنا انت؟ لا انت زرت هنا انا بزورك ببيتنا. يعني انا زرتكم هنا انا يعني ضيف اليوم عندكم هنا. لا ما شاء الله انا ضيف عندكم لكن ابيك انت تصير ضيف عندنا بحايل اجيكم. إيه؟ بس انتم لا شوفي اذا في الوضع بنات انا كلكم اجلس هناك. كلكم اجلس هناك يلا يلا. تونين روحي يا فرات. تعالي حبيبتي فرات خذي اللي هناك وحطيه هناك بس. خذي اللي هناك عند الرجال عند الحبيب. خذيه انتبه بس لا ينكب. حطيه بالمطبخ لين اجي. تقولين لي يا حبيبتي شلون؟ زي ما زرتنا هنا ازوركم في حايل يعني؟ ايه. وش بتحطين لي يعني مثلا؟ ابرقد في اي مكان ابرقد؟ اجيب لكم خروف. خروف؟ ايه. ما شاء الله عليك. يا اختي ما شاء الله على ما شاء الله على اهل حايل ولا هو بنقص يعني في في في, في الديار الثانيه ما شاء الله. هم هالحايل المشهورين يعني ما شاء الله بالكرم. ترى حايل والله وناسه. وناسه؟ كل شيء اللي هنا بوه حايل. بوه بحايل؟ ايه. لا بالمطبخ يا قلبي. عاد خذ لك. بالمطبخ يا شاب. ما حد يشوف انا. ما حد يشوف. استاذ عمر. عم. ما اوكي. خلاص. ما حد يشوف. خلينا نشوف بس الفيز اسمع ولا. سمعني صوت. اي كويس خلاص. سمعت عليك. امورك طيبه. استاذ منيب انت معنا على طول امورنا طيبه. سمعي. عادي راح اغسل هنا ان شاء الله. تغسلين عيونك يلا تفضلي. طيب احنا بنخلص هالفقره. أيه؟ مع شو اسمه مع شو اسمه هذا النعناع والحبق. واذا يا جماعه الخير شوفوا اليوم شموخ جايبت لنا اليوم ما شاء الله عليها من بيتهم ما شاء الله. يعني اتوقع انه انت في هناك بيت ولا مزرعه في حايل؟ بيت. في بيت؟ ايه. يعني مثلا في الغرفه طالع عن خلا عندكم وشجر. أيه؟ وكذا ما شاء الله. انت ما يعني كنك في غابه ساكنه فيعني تأقلمتي على الجو الخضار اللي احنا فيه هنا ما اثر يعني عليك ها؟ متعوده في بيتكم عندك ما شاء الله شجر وطبيعه وكذا. يعني مثلا وانت نايمه يعني مثلا وانت نايمه جنبك مثلا نعناع من قريب يعني وانت نايمه جنبك حديقتنا برتقال. عندنا برتقال بعد؟ ايه. وش عندكم انتم غير الاشياء هذه كلها؟ برتقال موز. ايه؟ كلها ببيتكم هذه؟ ايه. مزروعه؟ ايه. وبعد والله كل طيب عادي تسلفوني بيتكم؟ يعني تسلفون لي اياه بس حق ابو شهر كذا؟ انا اقول لك تعال تزورنا. ازوركم هناك؟ ايه. وشوف جدا مسموح نصور سنابات وكذا؟ مسموح. في بعضهم يقول لا معليش اذا دخلت ما تصور. انتم كذا ولا؟ لا صراحه شيء عجيب. احنا لازم نروح احنا وفريق بدايه ان شاء الله وناخذ الاستاذ منيب معنا. طبعا الاستاذ منيب هو اللي يكتشف دائما المزارع وش اسمه والاشياء. فراح ناخذ ان شاء الله استاذ منيب معانا واستاذ عمرو ونايف الدعيجي. اي ونروح هناك ونشوف بيتكم اللي فيه صراحه هالاشياء كلها نعناع وحبق وهذا شو تسمونها؟ هذه ادوات تجربه. ها؟
جربه. اجرب. لا ما تعرفين شو اسمه؟ لا ما اعرف. ما شاء الله يا اختي، يا اختي ما شاء الله عليك اليوم انت، هذه الاشياء انا دائما تشدني يا جماعه الخير، هذه الاشياء اللي دائما يعني الشيء الشعبي والشيء الجميل والبساطه، يعني الواحد لما يعيش في البساطه وحلو ان احنا دائما نكون بسيطين في تعاملنا، في جلوسنا، في كل مكان. يعني البساطه روح حلوه احنا نعيشها، لما نعيشها امانه هو موضوع حلقتنا البساطه، لكن انا صراحه انا لما اشوف الاشياء هذه والاشياء اللي يعني الشعبيه والاشياء القديمه وشيء كذا فيه يعني شيء بسيط في كيس مثلا نعناع مثل كذا، مثل هالطاسه مثلا موجود فيها تمر، شغلات بسيطه انا ادوخ ما اعرف نفسي، حتى لما الحين ما اعرف نفسي انا، انا مين ما اعرف مين انا. انت تعرفين انا مين؟ ايه. انت مين؟ انا شموخ. شموخ يلا خلينا نروح هناك يا شموخ، يعطيك العافيه، تعالي نروح هناك. البنات كسرتوا اللي هنا، ها برافو عليكم. يلا كيف حالكم يا بنياتي؟